هاي أنا وأنتو اليوم أصحابي رح نتعلم كلمتين بنستعملهم كتير بالموسيقى بيانو وفورتي. بيانو مش يعني بيانو الآلة اللي منعزف عليها، بيانو هي كلمة إيطالية يعني ناعم خفيف، وفورتي يعني قوي. كيف فينا نميز البيانو والفورتي بالإيقاع والنغم؟ إذا منرجع منسمع سوا دقة قلبنا منلاحظ أول ضربة هي أقوى من الثاني، وبس نمشي أول خطوة هي الأقوى، وبالنفس بس آخد نفس أول شي الشهيق هو أقوى، وبالجملة الموسيقية عطول أول ضربة هي الأقوى فورتي. رح نسمع سوا موسيقى ونجرب نزقف على الضرب الأولى اللي هي فورتي. مستعدين؟ زقفنا سوا على الفورتي الضرب الأولى. كمان الفورتي والبيانو فينا نستعملهم بالغنى وبالعزف مش بس بالإيقاع. كيف فينا نستعملهم بالغنى؟ يعني أنا فيي بلش كون عم غني على صوت واطي وبعدين يقوى، يعني مثل الطبيعة ما فيها تكون لون واحد أو بلا لون، الطبيعة فيها من كل الألوان أو ما بتكون حلوة. هيك الموسيقى فيها تنوع بين البيانو الخفيف والفورتي القوي، ما فيها تكون كل الوقت فورتي أو بيانو. تعوا هلأ سوا نسمع موسيقى ونحذر إذا بيانو أو فورتي. فورتي piano. بيانو. هلا انا وانتو اصحابي وصلنا لختام حلقتنا. سؤالنا لليوم، رح تسمعوا موسيقى لمؤلف موسيقى اسمه هايدن، بهيدي المعزوفه فيها فورتي فيها بيانو، بتكون تحذروا كم مره مارق فيها صوت فورتي. نسمع سوا.
شاء الله تكونوا حبيتوا الموسيقى يلي سمعناها سوا. ما تنسوا تكونوا عم تبعتوا أجوبتكن على العناوين يلي عم تمرق قدامكن على الشاشة. كم مرة مرق معنا صوت فورتي. شوفكن بالحلقة الجاي. باي.